ده كده يا جماعة شكل الشارع بتاعنا من بره، ده الشارع اللي بتبص عليه الشقة، شارع عرضه 20 متر، وده كده شكل البرج من بره، برج فخم جدا 12 دور. نبدأ ندخل من مدخل البرج بتاعنا، مدخل فخم جدا شيك كله رخام، وعندنا ده الأسانسير، ده الأسانسير وجنبه السلم اهو، وده كده الشارع 20 متر اللي احنا جايين منه. الشقة مساحتها 180 متر، 3 غرف ورسبشن ومطبخ و2 حمام. ده كده باب مصفح تركي، على الشمال بيجيلنا الريسبشن والحمام الصغير، وعلى اليمين بيجيلنا الـ3 غرف والحمام التاني، طالعين بمستوى تاني. نبدأ نبص أول حاجة على الريسبشن بتاعنا. هنا طبعا ده الحمام الصغير أهو اللي هو حمام الضيوف. الشقة تشطيبها سوبر لوكس، ده الحمام الصغير اللي هو بتاع الضيوف. بعد كده بنخش على الريسبشن والامريكان كيتشن او المطبخ الامريكاني، ده المطبخ اهو. بعد كده نخش على الريسبشن. الريسبشن ده يا جماعة طوله لغاية قبل البلكونة 13 متر، بالبلكونة يعمل له حوالي 15 متر او 15.5، والعرض بتاعه من 4.5 لـ5. نخش كده على البلكونة، بلكونة ما شاء الله مستريحة جدا، مساحتها حلوة، جايب شكل دائري كده، وده الفيو بتاعها، ده الفيو بيبص على الشارع 20 متر اللي احنا جايين منه. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعه الشقه اهي، ده كل ده ريسبشن. ده هنا كده الغاز اهو، الغاز الطبيعي. بالمناسبه العداد الكهرباء ممارسه، الكهرباء ممارسة. الناس اللي مش عارفة يعني ايه ممارسة، ممارسة يعني مبلغ ثابت بتدفعه شهريا لشركة الكهرباء. دي كده اول غرفة معانا اهي، وده تشطيبها طبعا، الشقة كلها تشطيبها سوبر لوكس. الغرفة دي تقريبا 4 في 4، الـ3 غرف ما شاء الله مساحتهم كويسة، يعني الـ4 في 4 دي اصغر غرفة، اللي قدامنا دي اصغر غرفة فيهم. هنا كده الغرفة التانية دي اكبر منها بشوية، برضو التشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده. الغرفة دي ليها شباك جيب، يعني الغرفة الاولانية اللي احنا شفناها بتبص على منور، دي ليها شباك جيب مفيش وراها حاجة. اهو ده الشباك الجيب اهو، الشقة في الدور الـ12 الأخير، الشقة في الدور الـ12 الأخير. بعد كده بيجي لنا الحمام الكبير اللي هو الحمام الرئيسي، إن شاء الله شيك جدا ومساحته حلوة. هنا الغرفة التالتة دي تعتبر أكبر غرفة فيهم، للأسف فيها حاجات شخصية خاصة بأصحاب البيت مش عارفين إن احنا نصورها يعني، فبنعتذر عن تصويرها. الشقة عنوانها فيصل
الطوابق شارع الصفا والمروة الرئيسي. الشقة مطلوب فيها 570 ألف، 570 ألف جنيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.